ايه رأيك يكون موجود معانا امير تعيمه دلوقتي على سلام، الهوا ويحكي لنا ايه الحلاوة بنفسه دي؟ تفاصيل بتاع بنات خير يا امير؟ يا سيدي مساء الخير. ازيك عامل ايه؟ تمام، انتي عاملة ايه؟ الحمد فين؟ لله. الشاعر الكبير المتألق دايما اللي ما حبيبي يا امير، بيقدمش حاجة يعني تخر المايه زي ما بيقولوا، دي مفيش حقيقة حاجة والله. بتعدي ربنا والله. امير تعيمه مفيش حاجة بيعملها بتعدي بالساهل، لازم تسيب طب علامة. اسلم على ربي الاول. اهو ازيك يا رب؟ معاك، اتفضل. ازيك يا حبيبي، عامل عامل ايه يا ايه؟ حبيبي؟ الحمد منور لله، الدنيا يا حبيبي والف مبروك. الله يبارك فيك. عظيم، انت شاعر والله العظيم. ثلاثة، انت راجل مختلف ومش موجود منك كتير، يعني ده كلام حبيبي قليل عليك، بس فعلا الراجل ده والله يا جيهان، يعني اولا هو موهوب جدا بزيادة ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يعني، وسريع جدا، ودي مش موجودة كتير ان تلاقي شاعر سريع تدي. انا بديله الاغنية، في عندي اغنية اسمها حكاية حبنا، ودي من اهم الاغاني في الالبوم ده، وهي اكتر اغنيه على فكره بالمناسبه هي اللي ناجحه في الالبوم، في الاغاني بالذات الهاديه، هي لحني وكلام امير. الاغنيه دي اديتها الامير الساعه 7:30، اديهاني الساعه 8. تمانية ونص لا لا، يعني انا ايه، اديتها له لحن صح؟ اتأخرت عليك، معلش. اديتها له كلحن يا رامي؟ يعني ايه اديتها اديتها له؟ له كلحن. يعني الاول انت، هو رامي بيجي لك يا امير؟ معلش مش خليني كل بس الاغاني، مش كل نفهم. الاغاني. بتاع بنات وحكاية بصي حبنا جولك كلحن بصي، صح؟ هو كان هو انا بكتب، معاكي فيه. انا بكتب كلام مش كلام، يعني تخيل. بكتب فكرتي انا كملحن او كثقافتي، انا بتبقى فكره ما فيهاش كلام، ما فيهاش موضوع، بس ايه بديها له. لو تسمعيها تبقى تلاقيها مش فيش موضوع، يعني انا وانت حبيبي لقيتني في الجنه، سنين بتعذب وده من ولا ونك، بعمل كده دي مثلا. حكاية حبنا. فهو بيقوم كاتب حكايه حبنا، انا نفسي بيعمل موضوع بقى، يعني بيعمل الحدث فعلا الكلام. وعايز اقول لك على حاجه، الاغنيه دي الكلام هو الموضوع الحقيقه، هو اللي متقل الموضوع ده طب امير، الاغنيه. هو حكايه حبنا هي حكايه اب لابنه؟ لا بصي، هو الموضوع اصلا كان رامي بعت لي كذا حاجه منهم بتاع بنات اللي نزلت والحاجات دي كده، فقلت له يا رامي احنا انا بقى يعني بقى لنا كذا البوم، الاغاني اللي بعملها له كلها في حته كده سريعه، او حتى حب عمري كانت ميد تيمبو لطيفه، قلت له انا بحب الدرامات، مش هشتغل في حاجه غير لما تبعت لي حاجه درام. قال لي طب انا في لحن عندي كده بفكر فيه، مش عارف، فبعتهولي تقول بتفكر فيه، قلت له دي اول واحده هعملها اصلا. وفعلا قعدت اللحن عجبني جدا، وبس قعدت اشتغلت فيه شويه، وهو انا شوية عجبني ان هو كمان الكلام جديد عليه، نص وهو ساعة. صراحه ما لا، هو لا الفكرة في وصراحة. ايه بقى؟ هو اصلا يعني اديتها له، والله مش بهزر على فكرة، انا يعني مش بأوفر، بس هو اديتها له الساعة 7:30، يعني انا عندي على الواتساب وعامل لها سكرين شوت على فكرة، يعني بعمل لها مثال. اي شاعر دلوقتي بكلمه بقول له بص الاغنية دي اتكتبت في تلت ساعة، فما ايه ما تأفرش معايا. فبيقول لي ازاي يعني انت بتهزر؟ اقول له طب اهو اوري له الواتساب بتاعي، وانا مديها له تيمه زي ما مديها لك كده، وهو بعتها لي مكتوبه، كوبليه اولاني سينيو، وكوبليه تاني وسينيو جديد، يعني قصدي يعني هو كتبها لي الكوبليه. يعني تختار واحد من الاثنين لا سينيوز لا ولا لا، الاثنين سينيوز موجودين؟ هو عمل اصلا حاجه بقى جديده في الاغنيه، يعني الطبيعي ان اي شاعر مثلا، هم كلهم شعراء محترمين وبنحبهم واصحابنا يعني مفيش مشكله، بس انا بتكلم على انه هو عمل ايه، ان المذهب جديد والسينيو مفروض بيتعاد تاني. ايوه طبعا، هو عمل مذهب وسينيو ومذهب جديد وسينيو جديد، مش هيتعاد تاني، مش هيتعاد تاني، هي بس دي ده الفكره. احنا كده غيرنا مفهوم الاغاني خالص. بس هي هو عشان حدوته، هي عشان حدوته فانت لقيتها بتكمل الحدوته صح؟ لقيتها لسه ما وقفتش، فقلت له بس يعني احلف وحياه ابوك، عايز اسالك على حاجه قولي. بس على الهوا، انت الاغنيه دي كاتبها صح؟ يعني ايه؟ يعني كاتبها قبل كده؟ لا والله ابدا، لا، هي في حاجه كده، حاله ساعات بتجيلي، يعني هو لما بعت لي اللحن كان بعت لي كذا لحن، في حاجات ما نزلناهمش، في اغاني اول ما بسمعها ببقى عجباني وعارف اني هكتبها، بس مش شرط اكتبها على طول، بس في الحان اول ما بسمعها يا سلام، احس ان لو ما كتبتهاش دلوقتي ممكن ما اعرفش اكتبها بالحلاوه اللي هتبتدي بيها دلوقتي. يا سلام، ده بيشكر فيا دلوقتي. طب انهي اللي عجبك اكتر يا امير، بتاع بنات ولا حكايه حبنا؟ لا ده لا سؤال دي صعب حاجه قوي، ودي حاجه. ده سؤال لا صعب. بصي انا اصلا شخص بميل للاغاني، لاي شاعر مش انا بيميل للاغاني الدراما، لان بتقدري تكتبي فيها
براحتك وتقولي بقى صور وخيال ومش عارف بموت لما الشتاء يجي بلاري، حاجات مش هقدر اقولها في اغنيه سريعه. وتظل الاغنيه السريعه مش هنفرض على الناس ذوق معين، لازم تبقى موجوده بيتبسطوا بيها في وقت هو موده حلو عايز يسمعها. احنا في الاخر بنشتغل عند الناس بنبسط الناس، برافو عليك. احنا مش بنفرض. لا اصل خلي بالك هو بيتكلم مظبوط، لانه كل اغنيه ليها شكل وليها موضوع، انت فاهم قصدي؟ انا مبسوط في الالبوم ان هو الاغنيتين عندي اغنيه في المود وكده حلو ولطيف بقى، ولا رايح بحر ولا سهران يسمعها بقى موجود معاه في السهره اللطيفه دي. واللي حابب بقى يقعد يقطع شرايينه موجود معاك بقى. طب يعني انا بحبها بقى زي ما سالتك، هي اغنيه حكايه حبنا الاب لابنه ولا هي اغنيه عاطفيه عاديه؟ بصي انا شويه في طريق كتابتي ما بفهمش ليه انت قلت اب الابن. لا قريت كذا مره مكتوب على السوق يعني اونلاين. لا اصل الاغاني على فكره الاغاني عموما مش بس الاغنيه دي انت تقدر تاخديها في كذا دايركشن، يعني مش لازم تبقى اب وام او ام واب او بنت يعني هي الاغاني دايما يعني بتمشي بتمشي حسب وجهه نظرك. ودي حاجه على فكره حلوه جدا. هي عشان بس بتتكلم عن شخص بيستعيد ذكرياته مع شخص بيحبه، فانت ممكن تحط الشخص اللي بتحبيه ده بقى زي ما انت عايزه، ممكن واحد مع ابنه، واحد ابوه امه، حد قعد شاف معاه فيلم مره، مشوا تحت المطر مره، المشاعر كلها اللي موجوده قابله للتقاسم بين اي اثنين. طب الشاعر النجم امير طعيمه يعني اللي بياخد جايزه كل سنه احسن شاعر السنه دي صح؟ هتاخدها بقى السنه دي برضو ولا ايه يا امير؟ والله بص هي انا دايما بقول هي الجوائز الحمد لله جوائز كتير، الجوائز لما بتيجي بنفرح بيها، لما ما بتجيش يعني بصي هو الحقيقه امير مش محتاج جوائز والله. حبيبي يا رب والله العظيم بجد. شكرك على وجودك معانا وبنبارك لك يا امير، والف مبروك الاغنيتين احلى من بعض بصراحه. ربنا يخليك يا جهان، والمباركه الرامي عامل البوم هايل حبيب. كل الاغاني مش الاغاني بتاعتي كلها والبوم متكامل، ويا رب بالتوفيق وعقبال الجديد يا روما ان شاء الله يا حبيبي. اشتغل بقى في الجديد اللي انا بعته لك على الواتساب امبارح. اشتغل ايه من دلوقتي ده نص ساعه الموضوع بدري قوي يا رامي. على ما تخلص الحلقه، قبل ما اخلص الحلقه لو سمحت عايزين اغنيتين، واحده ليا واحده ليه، ايه رايك؟ بقول لك الاغنيه بتاعت اشاعات وحكايات لو تسمعنا بعتها له ازاي. انت مش فاهمه اصل احنا يعني ايه كلمه يلم ايه لي كم سادم يولي لم ده بعتها له كده. ده ايه ده اي كلام هو بقى اشاعات وحكايات هاتس. امير طيب بنشكرك على وجودك معانا على الهوا في اجمل 7 على نجوم اف ام. شكرا ليك والف مبروك بجد. شكرا شكرا ليك. باي باي يا حبيبي. باي 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 يا حبيب قلبي. باي مع السلامه.